كم بنات، انا البنات راجلي خرج ها هو مشى يجيب لنا القهوه، واصلا عندي شي شغل وباغا نصايب لهم على كارت نصايب الوراق. المهم بقاو معانا. اليوم اخي وليت خدامه مع راجلي في الطاكسي. ها هو شرا لي قهوه. شحال دايره القهوه؟ بعد حنا في تابريت. انا كنسلم على الناس ديال تابريت. ايوا اليوم راه صافي غنخدم مع راجلي، نركب ليه الكليير ياك، نقول لهم سلاسلة. نقول لهم سلاسلة سعيد عينيتي. يلا دخلت البنات، انتم ممكن تشوفوا الدار مقربله. خديت معايا التقلية، خديت معايا قرعة ديال الزيت، خديت معايا الطحين، خديت حافة السلك، خديت واحد المساحة المعتمد زوينة هادي، ما كتهرس ما والو، خديت عليه الدهن، خديت اللحم، خديت الزيتون، خديت ديال الودنين، وخديت الضامة. خديت البصلة، واحد الحاجة البنات شوفو شوفو، خديتها دير ليا 300 دريال، خلاها ليا ب 260، عندو الكبيرة إن شاء الله المرة الجاية غناخد الكبيرة. هادي غنبقى ندير فيها بغرير، أنا صراحة بغيت ناخدها البغرير، ولكن اليوم غادي نطيب فيها الخبز، معرفتش المهم غادي نخليها البغرير والخبز، معرفتش واش غتصلح البغرير والخبز. المهم أنا غنجرب فيها اليوم الخبز، ونميت عليها البوطة، وبطبيعة الحال غندير ليها القزديرة. المهم نتمنى بانت لي واحد الشقيقه فيها مات، انا ما قلبتها مزيان، لا ما دخلهاش. المهم حسبها ليا ب 13 درهم، تنجربو فيها، ما عرفتش ندير فيها بغرير ولا ندير فيها اليوم الخبز حتى نشوف. المهم والدار مقربله، نتوما باقي عند الفطور، انا عاد دخلت دابا حيد غير الجاكيطه. ايوا غادي نجمع الدار دابا 11 ديال، هانتوما شوفوا شحال الساعه، شوف 11 بيله 11 لارو، خاصني نبدا نجمع الدار، نبدل الحويجاتي. عرفتي البنات سخفت سخفت، عييت عييت بحق الله العظيم، انا اليوم ممكن يجري عليا نجري. يلا تصورت دارت معايا نص ساعه، و دارت معايا نص ساعه ون ما فين درت الفلوس. هايا درت معايا نص ساعة ونمشي نجيب الصغيرة. ايوا نشوفو ديك الساعة سميتو. انا بغا نحل الشراج متنفسي، دخل هالشميشة الدار ونجمع الدار باش مدير ديك جوايع 11 ونص، ندوز واحد الجفاف ومع الطاجين وكلشي. معتمد مسكين اليوم عاد تيبقى فيا، خارج حتى ل 12 ونص عاد يخرج مسكين، حيت بدلوا لهم التوقيت، ولات من 9 ل 12 ونص، ما بقاتش من سميتو. انا غسلت الزيتون وغادي نعجن، درت هنا شي زلافه ديال الفورص وزلافه ديال الزرع بنخالتو، والبنات اللي سولوني الزرع بنخالتو راه هو هذا، هو هذا الزرع بنو خالتو، انا كناخذو منه ديال العبار. صافي وغادي ندير معاه شويه الماء وشويه الملح، هادشي اللي غادي ندير في العجينه. شوفوني ما عجنتش في القصايه، غنخليه بحال هكا نطي عليه ها الطاجين البنات. صافي غنغطي عليه حتى يتقلى، وعاد نزيد شويه الربيع، وغادي ندير المقفول بالبصله والمطيشه والزيتون. دابا البنات غادي ندير هذه البصله، نتقلى ليا اللحم. هذا تيقولوا لي المراكشيين بحال المقفول، مقفول
البصله راه كتذوب اخرين كي كتبعد. هذا هو الطويجين ديالي، غادي نغطي عليه وغادي نزيد ليه كاس الماء وغادي نغطي عليه. صافي غادي نغطي عليه هو الاول. هنا البنات درت ها نتوما، هنايا البنات درت الدنجال، هنا غادي ندير شويه ديال السودانيه والتخميره غادي نخلطي، وغادي ندير الكمون الطريقه درتها ليه ديال الزرع. ملي كتكونوا باغيين تشويو هذا انا درت ليه قطعته مربعات وحكيت عليه مطيشه ودرت غندير زيت المائده وغادي ندير زيت العود غير معلقه صغيره زيت العود وغادي نغطي عليه صافي وها الطويجين ديالي حتى هو كيطيب. هنايا البنات غادي البنات ها هو وزع الكتار. شوفوا ما درتش بابي الومنيوم، شوف شوف فاض ليا هذا. المهم ها هي البطبوطه كطيب، هذه هي ثقيله، هذه غادي نخليها غير البغرير ما نبقاش نطيب فيها البطبوط. غادي ان شاء الله نزيد منها وحده اخرى، غنخليها وحده للبيض وحده نخليها للبغرير. المهم حتى نجرب فيها بغرير، الا ما صدقش فيها بغرير غنخليها للتشحار بحال المقيله. حتى الخبز صراحه جات زوينه، هي كطيب غير هي قليله خاصك. المهم صراحه عجبتني لان بقات ثقيله دغيا كتتحرق، بغيتي تحطي الحاجه وانتي يعني كتكوني باغا تقضي شغل اخرى خليها طيب على خاطرها. المهم زعي لي كطابت والطويجين. المهم دابا نحط الغدا، راه الجوج هادي معتمد داخل في الجوج وربع حيت بدلوا لهم التوقيت. دابا الجوج نعطيه يتغدى ونديه حتى نرجع نتغدى انا وجهي. ها هي الغديوه ديالي وجدات. هنايا راه البنات رونت الطاجين حيت عطيت معتمد كلا، ما بقاش الطاجين كما شفتوه في الاول مقاد، ولكن معليش وحطيت الخبيز. انا نتغدى هنا غير انا وراجلي، ومهم بقاو معنا حتى تشوفوا العشاء ديالي. انا البنات غادي ندير معكم فتات ديال الشطبه. يلاه البنات يلاه اللي باغا تولد دير هاد الاكله هادي. غادي ندير القديد هنا مفزقاه في الماء سخون، هنايا العدس، هنا الحلبه، هنا درت غير درهم درهم بوراكه وفورس رطب هي باش غنعجن عجينة الشطبة، والبصله والربيع مربط والخرقوم البلدي وسكينجبير، وهنا درت الفول الحلبة العدس. واحد القديدة لقيتها البنات في الفريغو، شوفوا سنة عندها الزهر. دابا غادي ندير بها هي ندير بها فتات الشطبة. يلا البنات استعدوا. اول حاجة البنات غادي ندير فتات الشطبة، غادي ندير القديدات. القديدات وما ادراك ما القديدات، ياك مثلا البنا في القديدات. وغادي نشعل البوطه. البوطه ما وسما كما كتشوفوا غادي نزيد هنا واحد جوج بصلات او بصله كبيره اللي عندكم. المهم البنات فتات الشطبه انا غادي نديرو بطريقه ديالنا، كل واحد وطريقته كيفاش كيصايب فتات الشطبه، ولكن انا غندير لكم ساهل ماهل ديال المبتدئات. غادي ندير البصله، غادي ندير راس الحانوت مدقوق على اليد. يلا البنات اللي باغا تولد تساعد لهاد الوصفه. القزبر مربط، الخرقوم بلدي، البزار، سكينجبير، البنات قالوا لي ما تبقاش ديري الملون، هي اللي ما تعاودش البنات مابقاش ندير الملوين. وهنا البنات عندي نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين الزيت الروميه والزيت البلديه،
نسيت البصله الثانيه اللي قلت لكم جوج بصلات، ولا عندكم بصله كبيره ديروا بصله كبيره. انا كنعزل ديما بصله صغيره، كتعجبنيش البصله الكبيره في دراسي، كتعجبني في التقطاع. ايوا يا البنات ما غاديش لنا البصله والربيع والقديد. غادي نزيدو هنايا العدس، نزيد جبنه العدس، غادي نزيد هنا الفول، وغادي نزيد الحلبة. صافي وغادي نخليهم حتى يتقلاو مزيان ومراقو. وهنا البنات غادي نزيد هنا الماء، صافي وغادي نسد على هاد الكوكوت، نخليها واحد شويه طيب واحد القسمين هكذاك ولا ربع ساعه، ودابا نمشي نعجن عجينه هنا البنات كما كتشوفوا كاينين البنات الناس اللي كيشدوا كيعجنوا عجينه وكيتلقوا بالمدلك وعاد كيقشوا. انا درت ديال ناس ديال زمان فتلته بالماء بالمدلاك ودرت ليه الطريقه بحال ديال الكسكسو وصافي. دابا غادي نبقى نتلو هكذا حتى هذا باش ما يتكورش ليا ويجي معجن، ومن بعد غادي نغربلو نغربلو ونمرق في الغربه باش ما يبقاش فيه ساهل، وغادي نكبو في المرايه اللي غندير البنات. وان شاء الله المره الجايه نديرو لكم بالطريقه ديال العجينه كيتعجن وكيتقطع، ولكن انا الطريقه جاتني صراحه احسن من تفتل، جاني احسن. المره الجايه كما قلت لكم نديرها لكم، انا اول مره كندير فتات الشطبه، وحنا ماشي من العادات ديالنا ما كنديرش فتات الشطبه، ولكن صراحه جربتها وصدقات ليا. البنات هانتوما كتشوفوا كتبقاو تزيدوا بشويه بشويه، راه كيجي بحال ملي كتفتلوها كتجي بحال الحمصه. صافي هنا غادي نبدا نحرك، كتكون المرقه حيت غير خص تكون المرقه كثيره، لان راه كتشرب هذيك كتكون المرقه كتجي كتشرب هذيك العجينه كتشرب هذيك المرقه، خص تكون المرقه ثقيله يعني تكون كثيره سمحوا لي باش تلقى ما تشرب، وبقاو تحركوا باش ما تعجنش ليكم ما تلصقش وحده مع وحده. وصافي ديك القديده لاصقه ليا في المغرفه. المهم البنات دابا نخليها تطيب واحد الشبيه حتى تطيب، ويا بسرعه كطيب وصافي، وغادي نحطوها في القصيريه باش نتعشى. ونتمنى البنات تعجبكم، وانا اول مره كنديرها صراحه، تشهيتها وكنديرها دوك الحبيبات راه ديال العدس حيت درت فيها العدس وكما شتو الحلبه والفول. وصراحه هاد العشيوه هادي سخيخنا في هاد البرد مع واحد البريد اتاي ومهم الله يجعل البركه. وهنا البنات غنقول لكم السلام عليكم، وما تنساوش لي لايك وبارطاجيو البنات باش تكبر اختكم سناء، وشكرا لكم.